طموحك الفترة الجاية مع الأهلي إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتفكر إزاي في مستقبلك مع الفريق؟ والله الواحد ثانية واحدة بتكلم أكرم عامل دوشة. أكرم أخويا الصغير وحبيبي. لا يا أكرم ما شوف ما أقدرش، أو أنا بقى كنت ما قلتش اسم، ما أقدرش. أنت عارف ده قلب الأسد، ده قلب الأسد. ودلوقتي أبو توفيق يعني لسه مخلف، توفيق طبعا مبارك له عسل، ربنا يحفظه. وكل شوية يقول لي يلا، وكل شوية انا هلعب مع مين تاني؟ بقول لك ايه؟ ازعل هلعب حبيبي. لا الله اكبر. هلعب مع مين تاني في العيله عندكم؟ لعبت مع الثلاثه قلبي احمد. لا احمد ابو عبد العزيز. انت قلب، انت الفكه كلها. احمد خلينا نايم شويه، ابو عبد العزيز خلي خلاص. لا حبيبي بهزر طبعا. اخواتي لا احمد عبد العزيز طبعا اخواتي عسل. كل شيء يسالني لسه مخلف توفيق، كل شيء ابارك له، كل شيء يسالني يقول لي هتتجوز امتى، اقول له لا لسه. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك. بتفهم؟ لا انا سامع، انا سامع انه قريب في حاجه ان شاء الله. هم بيدوروا على عروسه و لا 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 بنت الحلال انا لا ولا هنلاقيها. لا لسه والله بقى. ربنا يكرم، والله ربنا يكرم. بتفكر بقى في مستقبلك مع الاهلي ازاي؟ والله الواحد بيفكر في مستقبله يعني انا الفتره الجايه مركز جدا والله، زي اول الموسم ان شاء الله. اتمنى السنه دي ان انا اختمها ختم كويس، ناخد البطولات كلها واساعد الفرقه واعمل حاجه. لان يعني خلي بالك انا ممكن زعلان، بس في نفس الوقت برضه فرحان بالبطولات، ان انا برضه يعني لسه ما ساعدتش الفرقه ولسه ما زعلان من ايه؟ حاجه معينه؟ لا زعلان يعني لسه ما ساعدتش الفرقه بما فيه الكفايه يعني. بس انا يعني الماتشات كلها اللي بلعبها دايما يعني، انا يمكن لو شفت الاوقات الدقايق بتاعتي هتلاقي انا يعني دقايق قليله، بس الحمد لله عملت فيهم، جبت اجوان، عملت استات. بس طبعا يعني انا نفسي اعمل اكتر من كده، وده اللي يعني ده كان مزعلني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل اكتر من كده باذن الله عشان افرح كل الجمهور اللي واثق فيا.